السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الحريرة المغربية الغنية على التعريف اللي ضروري منها في المائدة ديالنا، خصوصا ملي كيبرد الحال كنميلو للوجبات الدافئة وما غنلقاوش ما حسن من الحريرة. غنشارك معكم طريقتي اللي تعلمت من الأم ديالي، غنعطيكم جميع الأسرار والنصائح باش تنجح معكم الحريرة وتجيكم بنينة ولذيذة. كذلك غنضيف لها واحد الإضافة كتخلي هاد الحريرة يجي اللون ديالها زوين بدون ما نضيف لها المركز ديال الطماطم الجاهز. وغادي نرافقوا هاد الحريرة بواحد الفطيرة في الفرن شباعية بحشوة اللي بنينة بزاف بعجينة ناجحة توجدوها حتى لآخر لحظة. فإلى عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم اللي كتدعمني وكتشجعني وكتفرحني، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب. وعلى بركة الله ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي الحريره. قبل ما نطيبوا الحريره دائما تنوجدوا الربيع اللي غادي نديروا في الحريره. انا تندير الكرافس والقزبر، ما كنديرش المعدنوس، وكاين اللي كيدير المعدنوس كل واحد الذوق ديالو. بالنسبه للربيع تنقيوه مزيان تنغسلوه نديرو في واحد الشبيكه يسقطر. بالنسبه للقياس ديال الكرافس يعني ديك القياس ديال الشده ديال اليد، كذلك القزبر شوفوا معايا القياس ديال القزبر اللي درت على حسب الطنجره ديال 6 يطرو 7 يطرو هكاك. المهم الربيع ضروري تغسلوه وديروه يسقطر وتنشفوه، ولا قلت وكيما قلت لكم كاين اللي تيبغي يدير المعدنوس يقدر يضيفوه. بالنسبه ليا انا تندير غير الكرافس والقزبر راهم كافيين، غير خصهم يكونوا طريين. الا كنتو غادي تطحنوا الربيع في ديك الهاشوار من الافضل تخليوه ينشف مزيان باش كيتطحن لكم بكل سهوله، او تتقطعوه غير في القطعه اللي تنقطعوا بها البقوله او اللي تنقطعوا بها الربيع. من بعد ما تنقطع الكرافس غادي ناخذ الطنجره ديال الضغط اللي غادي نصب فيها الحريره، كناخذ واحد البصيله اللي كتكون صغيره يعني ما كتكونش كبيره. شوفوا القياس ديال البصله اللي استعملت. غادي ناخذ الحكاكه اللي بهذا الشكل هذا، ما تتكونش رقيقه وما تتكونش غليظه، تتكون مويان يعني متوسطه، هي اللي تنحك فيها ديك البصيله. غادي نضيف دابا الكرافس مقطعين، وما تنضيفش الكرافس كلهم، تنضيف واحد الكميه اللي كتكون كبيره، وكنخلي تقريبا واحد المعلقه ديال الكرافس كما كتشوفوا معايا، هذه غنخليها على جنب كنضيفها في الاخر باش كيبقى الجهد ديالها في الحريره وحتى المذاق ديالها كيجي باين في الحريره. بالنسبه للطنجره ديال الضغط اللي غنطيب فيها الحريره، القياس ديالها 4 يطرو، ولكن غادي ندورها في طنجره كبر من هذه. غادي نضيف هنا زيت الزيتون. بالنسبه للكميه ديال زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معالق 3 المعالق ديال زيت الزيتون، يعني ما تكثروش الزيت. من بعد غادي نضيف الحمص، قياس الحمص كديروا اللي يناسبكم، انا درت هنا جوج كيسان ديال الحمص. وغادي نضيف قطع ديال اللحم باش كنسمو الحريره، هذه اضافه ماشي ضروريه غير اختياريه، هكا طريف ديال اللحم ويكون معاه شي عظيم هكا مشحم. ملي كتشريو اللحم كتقداو اللحم كتعزلو واحد الطريف هكا مشحم للحريره وصافي، يكون فيه طريفه ديال اللحم وشي عظيم ولا شي طريفه ديال اللحم تكون هكا مشحمه. ولا ما كانش ماشي مشكل يعني ماشي ضروري. غادي نضيف الملح، كتضيفوا القياس ديال الطنجره ديالكم نتوما. ثم غادي نضيف معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار تكون عامره مزيان. غنضيف القليل من الخرقوم تقريبا واحد الراس معلقه ديال الخرقوم، هذا الخرقوم هو اللي كيعزز لنا ديك اللون ديال الحريره. ثم غادي نضيف جوج معالق صغار ديال السكنجبير اللي هو الزنجبيل، تقريبا عندي هنا جوج معالق صغار. وغادي نقدر الطنجره بماء مغلي ضروري باش كتصفر لي هاد الطنجره هادي بسرعه، يعني دغيا كيطيب ليا هاد الحريره هادي ما كتاخذش وقت كثير. هذا في حالات كنتو مزروبين، ما كنتوش مزروبين ماشي مشكل ديروا ماء عادي من الصنبر، ولكن كنصحكم يعني ديروا هكا دغيا كتوجد لكم الحريره. الا كنتو مثلا تشهيتوا حتى الليل وبغيتوا تطيبوها فكتوجد لكم بسرعه. كنقفل على الطنجره ديال الضغط وغادي نوضعها فوق النار اللي تكون متوسطه، وغنخلي هاد الحريره هذه كطيب تقريبا واحد 45 دقيقه، راه تيكون ديك الحمص طاب، خصوصا الا كان حمص طيب ما تخليوهش مده طويله باش ما يتحلكمش في الطياب. فهاد الوقيته هذه اللي كنخلي الطنجره فوق النار غادي ناخذ هنا مطيشه. انا ما غنديرش مطيشه صحيحه، غندير غير القشور ديال مطيشه. منين تنكون تنقشر مطيشه دائما تنجمع ديك القشور ديال مطيشه وتنديرو فواحد الشبيكه، وكنبقى نديرهم في الكونجيلاتور في كيس بلاستيكي حتى كنعمر داك الكيس. بمجرد ما كنعمر الكيس كنشد ديك القشور ديال المطيشه تنديرهم في واحد الطنجره او في كاسرونه، تنضيف لهم القليل من الماء يعني ما تنضيف لهمش كميه كثيره، وتندير هاد الكاسرونه فوق النار. هاد القشور ديال المطيشه ملي تنطحنوهم تيعطيونا واحد الصلصه او واحد المركز ديال الطماطم كيغنينا على داك المركز ديال الطماطم الجاهز، وكيجي اللون ديال الحريره زوين. وهاد الصلصه ديال الطماطم تقدروا تعتمدوها الكيتشاب لي صوص، يعني تحتاج بزاف.
هاد الوقيته هذه غادي ناخذ القزبور وغادي نقطعوه. بالنسبه للقزبور ما تنضيفوش في الاول، كنخليه حتى الاخر. غادي نقطعوه كما كتشوفوا معايا هكا رقيق باش ما كيجيش باين لكم في الحريره. غنخليه على جنب وغناخذ علبه ديال الزاج او قنينه ديال الزاج، غادي نوضع فيها الدقيق. غنوجد دابا التدويره، عندي هنا كاس ديال الدقيق والكاس الثاني تقريبا فيه قل ربع، يعني كاس جوج كيسان قل ربع ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للقياس ديال الطنجره ديال 6 يترو 7 يترو، هذا هو القياس ديالها ديال الدقيق. غادي نضيف هنا الماء تقريبا واحد نصف لتر من الماء. كاين اللي ما كيدورش الحريره بالدقيق، تيدورها بالبطاطا والخيزو، كيطحنهم بحال الشكل ديال الشوربه وكيدور بهم الحريره، كل واحد والذوق ديالو. كنخلط مزيان ديك الدقيق والماء حتى كيندمجوا، او كديروا في الكاس الخلاط الكهربائي، او كتاخذوا هكا الفويه اللي كنطربوا بها البيض، كديروا ديك الدقيق والماء في شي جبانه تحركوا مزيان حتى كيتخلط. المهم هكا القرعه ديال الزاج او القنينه ديال الزاج احسن، يعني كتسهل عليكم الماموريه وما كيبقاش مكلل لكم ديك الدقيق او فيه ديك التكتلات ديال الدقيق. غنخلي هذا الخليط ديال الدقيق على جنب، وفي هذه الوقيته هذه عندي الحريره كطيب والمطيشه كطيب، غندوز نعجن العجينه ديال الفطيره، ما بقاش يعني جالسه. غناخذ واحد الجبانه وغادي نوضع فيها ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض ونصف، ما يعادل 350 غرام. بطبيعه الحال الدقيق الابيض خاصو يكون مغربل. غنضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، او ضيفوا حبوب الشياليه بافو، او ضيفوا شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق. غنضيف معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملح، ثم غنضيف جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. الا ما متوفرش عندكم زيت الزيتون غادي تضيفوا الزيت النباتيه. غنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال لاموطارد اللي هي الخردل، كتعطي واحد المذاق زوين لهاد العجينه هذه. كنصحكم يعني الفطائر ديالكم اللي تعجنوهم ضيفوا لهم واحد المعلقه كبيره ديال لاموطارد، كتبدل المذاق ديال العجينه تماما. غادي نضيف تقريبا واحد نص معلقه كبيره ديال خميره الخبز او معلقه صغيره عامره مزيان، وكما كنقول لكم دائما الخميره كتبقى على حسب الجو. غادي نجمع دابا العجينه بالحليب دافي، عندي هنا الكاس الاول ديال الحليب كنضيفو هو الاول، ومن بعد غادي نكمل بنص كاس ديال الحليب. ما غنضيفوش كله، نقدر نضيف منه نصف، نقدر نضيف تقريبا جوج معالق ثلاثه، المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم انا ضفت كاس وربع كاس من الحليب الدافئ، وانتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم القوام ديال هاد العجينه كيكون متماسك واحد شويه، هاد العجينه ما كتكونش مرخوفه وما كتكونش عاوتاني قاصحه بزاف، كيكون واحد القوام اللي كيكون معقول، عجينه متماسكه كيدخل فيها الصبع بكل سهوله. هذا هو القوام ديالها، يعني ما كندلكوهاش بزاف، غير واحد شويه ما بين يدينا باش كنتاكدوا بان العناصر كلها اندمجت. غادي نخليها في داك البول اللي عجنتها فيه، غنغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، وغادوز نكمل الحريره ديالي. هاد الوقيته هادي غادي نحيد الطنجره ديال الضغط من فوق النار. انا تقريبا خليتها 45 دقيقه، كانت كان الحمص طايب، نتوما على حسب النوعيه ديال الحمص. بالنسبه لهاد القشور ديال المطيشه ضفت لهم غير شويه ديال الماء، ورغم هكاك انهم طلقوا الماء، غنخليهم يزيدوا يغليو مزيان. وغنطل دابا على الحريره نتاكد بان الحمص طايب. شوفوا معايا راه طايب، ما تخليوش يطيب بزاف لان مازال غادي ندوروا الحريره وغادي يزيد يطيب، غادي تحل لكم في الطياب. الطنجره ديال الضغط عندي صغيره كتوزن غير 4 يترو، غنديرها في الطنجره هذه كبيره تقريبا كتوزن واحد 7 يترو هكاك او 6 ونص تقريبا. بالنسبه للقشور ديال المطيشه بعد ما طابوا غادي نطحنهم دابا بالميكسور. الا كنتو ما عندكمش ميكسور طحنوهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ولكن خليو ديك القشور حتى يبردوا مزيان. غادي نطحنهم مزيان ومن بعد غادي نصفيهم في واحد الصفايه. ضروري تصفيو هاد القشور ديال المطيشه تحيدوهم باش ما يجيوناش في الحريره. والا كنتو غتستعملوا هاد الصلصه هادي في البيتزا او في الكيتشاب، من الافضل تصفيو جوج مرات هاد الصلصه هادي. شوفوا معايا كيفاش كتجي خاطره ثقيله بحال الشكل ديال المركز ديال الطماطم، واللون الاحمر كله مركز في هاد القشور ديال المطيشه. داكشي اش كنقول لكم، جمعوا القشور ديال المطيشه بقاو ديروا بهم لي صوص، ديروا بهم الحريره، ديروا بهم لي بات، تيجيو فنين احسن بكثير ما تضيفوا المركز ديال الطماطم الجاهز. دابا من بعد ما وجدت التدويره ديالي الصلصه ديال المطيشه والخليط ديال الدقيق، غندوز دابا باش ندور الحريره. غناخذ ديك الطنجره وغنوضعها فوق النار، النار كتكون متوسطه، وغادي نضيف الماء مغلي باش دغيا تغلي لي الطنجره، يعني دايره الغله كيغلي غير غلا صافي ضفتو، وغادي ندير واحد اخر كيغلي باش نضيفو. فديك الوقيته اللي درتو يسخن في البلاصه بدات كتغلي لي الطنجره، يعني باش انا قلت لكم ديروا الماء مغلي باش ما كتستغرقوش وقت كثير في التحضير ديال الحريره، حتى لا تشهيتوها حتى الليل دغيا كتوجدوها. من بعد ما كتغلي الطنجره ديالنا غادي نضيف لها الصلصه ديال الطماطم. كما قلت لكم راها كافيه، راني درت كميه كثيره.
تقريبا كتستغرق لي واحد 10 ايام تكون جمعت فيها هاد القشور ديال المطيشه. دائما انا تنحضرهم، يعني ديما تلقى عندي الصلصه ديال الطماطم في الدار، كنحرك هكا الطنجره ديالي، شوفوا اللون كيفاش كيجي، وهاد اللون راه تيزيد يبان كل ما غلات الطنجره، كل ما اللون تيزيد يطلع ديال المطيشه. ما كتضيفوش المركز ديال الطماطم، راه هاد اللون هذا راه كافي، واللي كيبغي يضيف المركز كيبقى له الاختيار. بمجرد ما كتطلع الغليه في الطنجره غادي ناخذ ديك الخليط ديال الدقيق كنخلطو مزيان كنحركو مزيان وغادي نبدا نضيف. وانا كنحرك والنار كتكون متوسطه باش ما كيتكللكمش الدقيق في وسط الحريره، كنضيف وانا كنخلط حتى كنوصل القوام المطلوب، يعني القياس ديال الحريره واش كتبغيوها ثقيله او كتبغيوها خفيفه، حنا كنبغيوها متوسطه. والقياس اللي درت ديال الدقيق انا عندي معبور، يعني كيدور لي الطنجره ديالي. ونصيحه مع امكم، تضيفوا ديك الخليط ديال الدقيق والماء، ما تضيفوش دفعه واحده، ضيفوه نتوما كتحركوا حتى كتوصلوا للقوام اللي بغيتوا نتوما ديال الحريره. من بعد غنخلي الطنجره على ما كتغلي واحد شويه، راه ما كتاخذش وقت كثير دغيا كتغلي. ملي كتغلي لكم الطنجره، الا بانت لكم كدير لكم شي كشكوشه من الفوق او شي رغوه من الفوق، كتبداو تزولوها بواحد المعلقه، يعني كتاخذوا معلقه وكتبداو تزولوا ديك الرغوه اللي غادي دير لكم الطنجره من الفوق. ودائما كتبقاو كتحركوا الطنجره ديالكم، ما كتغفلوش عليها خصوصا الا كانت كتلصق. ومني كتغلي الطنجره وكتعاود تقريبا واحد 10 دقائق كنتاكد بان ديك الدقيق طاب، غادي نضيف الشعريه والمحمصه. بالنسبه للقياس ديال الشعريه والمحمصه على حساب الذوق ديالكم نتوما وعلى حساب الحجم ديال الطنجره، يعني اللي مدورين فيها الحريره. انا ضفت هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الشعريه وواحد شويه ديال المحمصه، تقريبا واحد ربع كاس ديال المحمصه. حتى اللي درتو السباكيتي قطعوها ودوروا بها الحريره حتى هي كتجي زوينه، او ديك المكرونيه الرقيقه المعوجه حتى هي كتجي زوينه بها الحريره. وكاين اللي كيدير الروز، كاين اللي كيدير العدس، كل واحد والذوق ديالو، يعني كاين اللي كينصب في الاول مع الحمص كيدير شويه ديال العدس، كل واحد والذوق ديالو. ومنين تنديروا الشعريه والمحمصه تنبقاو مقابلين الطنجره، لان كما كتعرفوا الشعريه والمحمصه كيلصقوا لتحت، فضروري نبقاو نحركوهم، ومن الافضل تستعملوا نوع جيد اللي ما كيتحلش وما كيتعجنش في الطياب. ودائما تبقاو ردي البال، لبنت لنا شي كشكوشه من الفوق تنزولوها بالمعلقه، كنحاولوا نزولوا غير ديك الرغوه او ديك الكشكوشه اللي كتبان لنا الفوق هي اللي كنزولوا. كنبقاو مقابلين الطنجره بالتحراك حتى كنحسوا بديك الشعريه والمحمصه طابت، راه ما كياخذوش وقت كثير في الطياب، تقريبا واحد 3 دقائق 4 دقائق كتكون المحمصه والشعريه طايبين. باش كتعرفوا الحريره ديالكم وجدات، ملي كتشوفوا الحجم ديال الحريره نقص شويه على 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 ديك الخط اللي كيكون داير لنا الفوق كينقص عليه شويه، وما كتبقاش الحريره تطلق لكم ديك الرغوه او ديك الكشكوشه من الفوق، كتعرفوا بان الحريره ديالكم راها واجده. دابا غادي نضيفوا اخر حاجه كنضيفها انا للحريره باش كتجي بنينه كيجي المذاق ديالها زوين بزاف، هو القزبر. القزبر كنضيفو حتى الاخر، وكنضيف معاه ديك المعلقه الكبيره اللي كنخلي ديال الكرافس باش كتجينا نسمه ديال الكرافس في الحريره ونسمه ديال القزبر. وكما كتعرفوا الحريره هي القزبر والكرافس. ملي كنضيفهم كنطفي مباشره الطنجره ديالي، ما تنخليهاش تزيد تغلي، يعني باش كيبقى ديك الجهد ديال الكرافس والقزبر في الحريره، وحتى النسمه ديالهم كتبقى باينه فيهم. غادي نحرك مزيان الطنجره ديالي وغادي نطفي عليها، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ما عمرهاش ديال السمن، هذه اضافه اختياريه ماشي ضروريه، تتعطي واحد البنه زوينه للحريره. ولا ما كانش سمن او ما كيعجبكمش المذاق ديالو تقدروا تستغناو عليه، ولكن ثقوا بيا بان ديك الاضافه ديال السمن في الاخير كتعطي واحد البنه زوينه للحريره. الحريره ديالنا هي واجده، كتجي بنينه ولذيذه، راه غير مشوفه العين كتعرفوا الحريره زوينه، ماشي ثقيله وماشي خفيفه بزاف. بالنسبه للسيدات اللي ما تيبغيوش يدوروا الحريره بالدقيق، تقدروا تدوروها بالبطاطا وخزو كتسلقوهم وكتطحنوهم وكتدوروا بهم الحريره ديالكم. بامكانكم فاش تنصبوها في الاول ديروا فيها شويه ديال العدس، الناس اللي كيبغيو يديروا العدس في الحريره، انا ما تيبغيوش ولادي العدس كيفاش ما كنديروش في الحريره، امي الله يعطيها الصحه حتى كدير العدس في الحريره. والحريره ديالنا هي واجده. دابا غندوز نحضر الحشوه ديال الفطيره. كناخد واحد المقيله كنوضع فيها هنايا واحد جوج بصيلات صغيرين او بصله تكون كبيره مشلضين رقاقين، غنضيف عليهم واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون او 4، المهم دائما زيت الزيتون كتبقى على حسب الذوق، كنضيف الملح اللي حتى هو كيبقى على حسب الذوق، وكنشحر ديك البصيله حتى كتنزل واحد شويه. من بعد ما كتنزل هاد البصيله غادي نضيف لها واحد جوج فليفلات، وحده خضراء وحده حمراء صغيورين مقطعين بهذا الشكل، تقدروا ديروا غير نوع واحد ديال الفلفله، تقدروا عوض الفلفله ديروا خيزو محكوك او ديروا القرعه محكوكه او ديروا المكور حتى هو كيجي زوين. اي حاجه كتعجبكم تقدروا تضيفوها لهاد الحشوه، انا اقترحت عليكم هاد الاقتراح وانتم كتفننوا في الحشوه، ديروا داكشي اللي عندكم. غنضيف القليل من الفلفل الاسود، غنضيف تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال بودره الثوم، والقليل من الصلصه الحاره.
بالنسبه للصلصه الحاره هذه اضافه اختياريه، انا كتعجبني الصلصه الحاره في الحشوات، وبيني وبينكم الحشوات كيتبننوا بديك الصلصه الحاره، ولكم نتوما الاختيار. من بعد ما كيطيب هاد كنحس بديك الفليفلات يعني دخلهم الطياب، غادي نضيف شويه ديال الكفته، غير شويه ماشي بزاف، هنا تقريبا شي 150 غرام ديال الكفته ديال البقري. تقدروا ديروا قطع ديال الصدر ديال الدجاج او شويه ديال الكفته ديال الدجاج، تقدروا ديروا غير البصله والفلافل بوحديتهم او غير الخضره بوحدها، ديروا شويه العطريه ديال الحوت باش تبننوهم. ومن بعد ما كطيب ديك الكفته ما كتاخذش وقت كثير، غادي نضيف واحد المعلقه ديال المعدنوس والقزبر مقطعين رقاقين، وغادي نطفي على هاد الحشوه يعني مباشره. بعد ما كنضيف القزبر والمعدنوس كنطفي على الحشوه، غنخليها تبرد وغادي ندوز نشكل الفطيره ديالي. بالنسبه للعجينه راها خمرت وتضاعف الحجم ديالها، ضروري نخويوها من الهواء. كنوضعها هنا فوق سطح العمل اللي بطبيعه الحال كيكون منظف، كنخويها من الهواء كما كتشوفوا. كنحاول ندلكها غير واحد الشيء ما بين يدي، وغنقسمها لجوج قطع متساويين. غنغلف القطعه الاولى او الكره الاولى ديال العجينه بالبلاستيك الغذائي ونخليها على جنب، وغنطلق الكره الثانيه بالسعانه بالدلاك، وكنرش شويه ديال الدقيق في حاله احتاجيتو فوق سطح العمل هكا، باش ملي كتجيو تهزوا العجينه ما كترجعش تجمع لكم او ما كديفورماش. بعد ما كنطلق هذه الكره هذه على شكل مستطيل كما كتشوفوا معايا، السمك تيكون رقيق واحد شويه لان هذه الفطيره كتنفخ في الفران. غنوضعها هنا في صينيه ديال الفرن اللي كنكون مفرشه له الورق ديال الطبخ، او كدهنوه بزيت نباتيه. وغادي نسرح على هاد القطعه ديال العجينه، غنسرح عليها شويه ديال الصلصه الخاصه بالبيتزا. انا كنحضرها في البيت، كناخذ ديك الصلصه ديال الطماطم بعد ما كنصفيها جوج مرات باش ما يبقاوش فيها ديك القشور ديال الطماطم. غادي نضيف لها شويه ديال الزعتر، قليل من الخرقوم، شويه ديال الملح، تنضيف معجون شويه المعجون ديال الثوم عندي مطحون، وتنخليها تتغلي وتعاود. كندير شويه ديال بودره البصل كنخليها تغلي وتعاود، وزيت الزيتون كنخليها تغلي وتعاود، وكنديرها البيتزا كنديرها في علبه ديال الزاج، كتبقى من داك الشيء يعني تقريبا اسبوع 10 ايام تبقى لي في العلبه ديال الزاج. دابا غادي ناخذ الحشوه اللي بطبيعه الحال خصها تكون بارده، غادي نسرحها هنايا في الفطيره. تقدروا ديروا اي حاجه كتعجبكم، ضيفوا الزيتون مقطع، ضيفوا لي شامبينيون، وغادي نزيد شويه ديال الجبن موزاريلا وشويه ديال الجبن شيدار. هذه اضافه اختياريه ماشي ضروريه، بامكانكم في الحشوه تضيفوا واحد ثلاثه قطع ديال الجبن مثلثات في الحشوه في الاول ملي تكونوا كطيبوها باش تعطيكم مذاق زوين وصافي. غادي نخليها الصينيه على جنب، وغناخذ القطعه الثانيه ديال العجينه او الكره الثانيه، كنطلقها فوق سطح العمل بالاستعانه بالدقيق. بالنسبه للسمك كما قلت لكم خصو يكون رقيق لان هذه العجينه كتنفخ في الطياب، كنطلقها مزيان حتى كنحصل على مستطيل. من بعد غادي ناخذ هذا المستطيل هذا وغنوضعوه هنا فوق الفطيره كما كتشوفوا معايا، وكنضغط بالاصابع ديالي مزيان، كنقرص على الجوانب ديال العجينه، وكنطوي بحال اللي كنلمض، كنطوي وكنضغط بالريوس الاصابع ديالي باش ما يجينيش هذا الطرف غليظ ديال العجينه. كنحاول نتاكد مزيان بانني سديت على هذه الفطيره باش ما تحليش، تخرج الحشوه مع الجناب. كنحاول نقاد الفطيره مزيان. بالنسبه للقياس ديال الصينيه دابا نخلي لكم صندوق الوصف، وبامكانكم هذه الفطيره ديروها على شكل دائري. غناخذ هنا اصفر بيضه كنضيف له القليل من الصلصه الحاره، او ضيفوا الصلصه ديال البيتزا اللي بغيتو نتوما غير باش يعطيكم هذا اللون هذا زوين. وكندهن هذه الفطيره هذه بطبيعه الحال الفران راني شاعله كيسخن. غنقسم هذه الفطيره على حسب نتوما شحال بغيتو ديال القطع، بغيتو قطع صغار، بغيتو قطع متوسطين او كبار. انا قسمتها على سعود، هنا بغيت القطع يكونوا كبابرين واحد شويه لان العشاء هذه. وغنزين من الفوق شويه ديال الجبن موزاريلا والجبن شيدار، وغندير شويه ديال الزنجلال الاسود او حبوب البافو اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للطريقه ديال الطياب مهمه بزاف، يعني الفرن خصو يكون ساخن من قبل. انا غنطيبها غير في الفرن الغازي، غنوضعها فوق النار على نار متوسطه في الاول تقريبا واحد 5 دقائق على ما كتنفخ، وغادي نقص النار على التالي، وكنخليها طيب على خاطرها حتى كتبدا تتحمر لي مع الجوانب، عاد كنهبطها تاخذ اللوين من الوجه ديالها وتنخرجها. بالنسبه للفرن الكهربائي نفس الشيء، الفرن خصو يكون ساخن على 200 درجه. كنوضع الصينيه في الطبقه الفوقانيه اللي بعيده على النار، كنخلي النار مرتفعه تقريبا واحد 4 دقائق 5 دقائق على ما كتنفخ الفطيره، وكنقص على التالي وكنخليها حتى كتحمر من الجوانب، وكنهبطها لتحت ونشعل عليها من الوجه ديالها تاخذ اللوين. كتجي غزاله، شوفوا معايا كتشهي وبنينه بزاف، انا مأكده غتجربوها وغتعجبكم بزاف. بامكانكم ديروا هاد الفطيره على شكل دائري، او ديروها كيما درت انا على شكل مستطيل. تقدروا طيبوها حتى غير في المقلاه بدون ما تدخلوها الفران، طيبوها غير في المقلاه، غير كتنقصوا النار على التالي. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي غزاله ديك الحشوه، كتجي بنينه ولذيذه بزاف، انا مأكده غتجربوها وغادي تعجبكم. كترفقوها مع شوربه او مع حريره او مع اللي درتو، او غير مع برير الداتاي، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. غير برير الداتاي راه كافي، عشيوه خفيفه ظريفه.
وبالنسبه للجبر راه اضافه اختياريه ماشي ضروريه، هي هو كيعطي مذاق زوين ولكن لما كاش متوفر ماشي ضروري تضيفه. وهذا هو الشكل ديال الحريره ديالنا، كتجي غزاله بنينه ولذا واحد الريحه منها كتجي عاطيه، راه يشموا ريحتها مراس الدرب، الجيران ديالكم كلهم يشموا الريحه ديال هذه الحريره. كما قلت لكم في الفيديو، الا بغيتوا ديروا مع الحموض شويه ديال العدس اللي كيعجبكم ديروه، غير ديروا داك العدس اللي كيكون بلدي كيتعطل شويه في الطياب باش ما يطيب لكمش بزاف في الحريره. بالنسبه للتدويره، الا بغيتوا تدوروها بالخضار ما تدوروهاش بالدقيق، كل واحد على حساب الطوق ديالو. المهم انا شاركت معكم طريقتي اللي تعلمت من الام ديالي الله يعطيها صحيحتها، وحتى هي تعلمتها من جدتي الله يرحمها بنينه، وما عمرني بدلت هذه الطريقه ولا زدت فيها شي اضافات ولا شي حاجه. بالنسبه للاضافه ديال اللحم، هذيك منين كيكون عندي كندير، ملي ما كاينكوش ما كنديرش. ملي تنشري اللحم تنحيد ديك العظيم او ديك الطريف من الشحم، تنميلو كنخليه غير للحريره. نتمنى هالطريقه اللي شاركت معكم تكون عجبتكم وتجربوها. شكرا لكم جميعا لحسن المتابعه ديالكم، شكرا لكم حبيباتي الغاليات للتعاليق الطيبه ديالكم، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب. وبالنسبه للسيدات اللي اول مره كيشوفوا القناه، مرحبا بكم، فضلا وليس امرا، الى عجبكم المحتوى دعموني بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارتاج مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعالى.